حديث أكثر عن هذه أو هذا الأداء للأسواق العالمية انضم إلي في الاستوديو رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي. أهلا وسهلا بك سيد رائد. في مراجعة عامة لعام 2017 كيف تقرأ أداء الأسواق العالمية؟ إجمالا الصفة الأبرز التي يمكن أن نصف فيها 2017 هي صفة المخاطرة والرغبة بالمخاطرة لدى المستثمرين إجمالا، وذلك التصف أو يعني لمسناه بوضوح بالارتفاعات الكبيرة والصاروخية لأسواق الأسهم الأمريكية والثقة الكبيرة في أداء الأسهم إجمالا حول العالم. أيضا في نقطة مهمة اللي هي المستثمرين، نلاحظ أنهم يرغبون بالمخاطرة بظل انخفاضات الذهب توجه إلى استثمارات غير آمنة مثل البيتكوين على سبيل المثال وباقي العملات الرقمية اتصفت بها عام 2017 بشكل واضح. طيب، في مراجعة أيضا للسياسات النقدية العالمية شهدنا رائد رفع 3 مرات للفائدة الأمريكية، رفع لمرة واحدة للفائدة في بريطانيا، أيضا تقليص البنك المركزي الأوروبي لبرنامجه من مشتريات الأصول، فيما حافظ البنك المركزي الياباني على سياسته النقدية. قراءتك أيضا لهذه السياسة؟ طبعا ما نقرأه هو الاتجاه نحو تشديد السياسة النقدية. كان الليدر هو الاقتصاد الأمريكي والفيدرال الأمريكي اتجه إلى تشديد في السياسة النقدية ورفع مزيد من الرفع بأسعار الفائدة لتصل إلى مستويات 1.5% بنطاقها الأوسع. أيضا بما يتعلق بالمركز الأوروبي الذي حقق نوع من الإيجابية في بدء يعني التفكير بتقليص البرنامج التيسير النقدي والتوجه نحو السياسة التشددية، وإن كان التيسير سيبقى لفترة ممتدة بعض الشيء ولكن بحجم أقل. ذلك يعطي نوع من الإشارة إلى أن مجموع الاقتصاد العالمي يتجه إلى تشديد السياسة النقدية والعودة إلى مرحلة الريكفري أو التحسن ما قبل الأزمة المالية العالمية خلال فترة 2 أو 3. ممكن أن نعود إلى مستويات أسعار الفائدة التي كنا عليها قبل الأزمة المالية العالمية. طب هل تتوقع أي تغير في هذه السياسات في العام المقبل في ظل توقعات النمو؟ حتى الآن هناك نوع من التفاؤل والإيجابية بالفترة القادمة للاقتصاد العالمي ولمستويات النمو العالمية، وبالتالي يجب أن يكون هذا التوجه للمستثمرين نحو المخاطرة بشكل كبير يتم تخفيضه تدريجيا من خلال رفع معدلات أسعار الفائدة التي تمثل العائد الخالي من المخاطرة، مع توجه نحو تشديد السياسة النقدية يقلل من اتجاه نحو استثمارات يعني ذات مخاطرة كبيرة في الوقت الحالي. يمكن أن نرى أن الفترة القادمة إيجابية للاقتصاد العالمي ككل، وبالتالي تتجه نحو رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر، وليس فقط الأسعار الفائدة وإنما كل السياسات التيسيرية يتم تقليصها. أيام معدودة على نهاية العام، هل سنرى مستويات فوق $1,300 لأونصة الذهب قبل نهاية 2017 أو قبل 2018 عفوا؟ نعم، الذهب كان هناك العديد من الفرص أمامه لاغتنامها بالفترة الماضية، أن يحقق الاستقرار فوق مستويات $1,300 للأونصة، ولكن يفتقد إلى الزخم أو المومنتوم الكافي للاتجاه بشكل أكبر. يعني إذا رأينا الدولار الأمريكي أمام معظم نظرائه تقريبا كان متراجع، اليورو 12% وما إلى ذلك، لكن الذهب حقق بعض الارتفاعات إلى أنه نظرا لوجود الرغبة بالمخاطرة وارتفاع مستويات الأسهم إجمالا كان هناك ضعف في جاذبية الذهب في الفترة الحالية، وبالتالي مستويات 1300 بوفق دراسة 2017 بالنسبة للذهب تعتبر بعيدة نسبيا لإمكانية تحقيقها خلال يعني الأيام القليلة التي تفصلنا عن نهاية العام 2017. ما هي توقعاتك لأسعار النفط العام المقبل وتقييمك لها حتى يعني هذا اليوم؟ حقيقة حققت القفزة الإيجابية بشكل كامل، وكل التفاؤل الذي كان مبني على أسعار النفط تم تجسيده بأسعار النفط حقيقة التي وصلنا إليها حاليا، سواء كانت مدعومة باتفاق النفط ما بين أوبك وروسيا أو اتفاق وهو تقليص التخمة المعروض إجمالا، وأيضا آمال التوقعات الطلب في الفترة القادمة هي التي تدعم وباكينج أسعار النفط في المستويات الحالية. البقاء فوق مستويات $55 للبرميل
يعني يعتبر إنجاز كبير، وتحقيق الاستدامة مع إغلاق هذا العام يمكن أن يدفعنا إلى 65 في العام القادم. مع أن الكريبتو كرنسيز مثل ما أشرت تسرق الأضواء، ما هي الخيارات الأنسب برأيك للاستثمار في العام المقبل؟ إجمالا يعني تعود إمكانية عودة الدولار الأمريكي للارتفاع خلال العام القادم واردة جدا، لأنه في عنا عديد من الأحداث المهمة التي كانت قد يعني أخذت مكانها في تعاملات العام، كما تمرير قانون الضرائب وتجنب الإغلاق الحكومي، لم تأخذ ردة الفعل المطلوبة على أسعار الدولار الأمريكي، يمكن أن يرتفع ببداية العام. رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي، شكرا جزيلا لك على كل هذه. شكرا لك. شكرا لك.